وما زلنا مستمرين في استعراض اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح ومن اهمها نشر وكاله انباء الشرق الاوسط امس لتقرير اكدت فيه ان مصر سددت مدفوعات مرتبطه بالمديونيه الخارجيه خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار فيما كانت قد سددت نحو مليار و500 مليون دولار في نوفمبر اللي سبقه ليصل اجمالي سداد الالتزامات الخارجيه ل2 مليار و500 مليون دولار في شهرين نقلت ايضا وكاله انباء الشرق الاوسط عن مصدر في مصدر مسؤول انه بالرغم من الالتزام بسداد الالتزامات الخارجيه الا ان الاحتياطي من النقد الاجنبي زاد باكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022، أكد أيضا المصدر أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي لتصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار، وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي حاليا حوالي 5 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية